انك قويه وفاجره ولئيمه. وحتى للامانه اول ما شفتك قلت كان معي شخص ما قلت لك انا لئيمه، عندك نظره لئيمة. والله واذ بفجأة بثانيه بلحظه ما لقيت حالي قاعد جنبك وعم ناخذ ونعطي ونضحك ولقيت طفله، يعني مو انه لقيتك مانك لئيمه، لا لقيتك عكس اللئمه تماما. شو قلت لي قبل شوي؟ اسف. انا اسف على فكره هذا الانطباع دائما بيكون عند كل الناس اللي بتشوفني لاول مره او ما بتحكي معي، بمجرد انه تحكي معي بيتغير هذا الانطباع 100%. ومو بس هيك، دائما بسمعها انا اسف كنت مفكرك شايفه حالك، كنت مفكرتك مغروره. يعني دائما بعرف حتى الناس اللي ما بتحبني، انا ما عندي مشكله انه هي ما تحبني، لانه انا بعرف بس لشوفها بتغير عقلها.